الله أكبر، شلون درب مملوء وعورة، درب طويل، ها؟ يا دربنا يا دماء لا حدود لها. على أي حال يكفينا أننا على حب آل محمد والتد. ولتذهب الدنيا على الدنيا العفاء. أروي لك حادثة. إبراهيم ابن العباس الصولي، إبراهيم ابن العباس أديب شاعر كاتب، كان أيام شبابه يتكسب بشعره، من يجي مثلا أمير أو يجي وزير أو يجي واحد محترم يروح يقرأ له قصيدة ويأخذ منه جائزة، يحصل منه أموال يعيش عليها، يتكسب بشعره. إبراهيم ابن العباس الصولي كان مار، وين مار؟ هاي اللي يحكيها منه، اللي يحكيها إسحاق ابن إبراهيم، يقول أنا كنت موظف على سيروان، على دائرة الضياع، دائرة البساتين والزراعة، يعني مديرية زراعة باصطلاحنا اليوم، من في أيام المتوكل أنا كنت موظف من قبل موسى ابن عبد الملك، كان مدير الدائرة موسى ابن عبد الملك وأنا موظف. يقول هذا العباس الصولي، إبراهيم بن العباس الصولي، هذا كان مار بخراسان أيام المأمون، مدح المأمون لما جعل الإمام ولي عهد، لما سوى الإمام الرضا ولي عهد، طبوا الشعراء، من جملة من طب هو هذا، طب مدح الإمام بقصيدة ومدح بها المأمون، وقال من جملة أبيات القصيدة أن المقام الخلافة لآل محمد، نفسه يعني مدحهم بأن الخلافة لهم لا لغيرهم. هو هذا اللي يحكي القصة، يقول هذا إسحاق بن إبراهيم، يقول أنا استحسنتها للقصيدة، قلت له أصلحك الله، أريد لي نسخة من هالقصيدة، فيها ما نعقل له، يقول كتب لي نسخة طانيها، قصيدة أنا مستحسنها، احتفظت بهاي القصيدة المكتوبة عندي، خليتها عندي. زين، اجت ايام المتوكل، لما اجت ايام المتوكل طلع موسى ابن عبد الملك، هاي مدير الدائرة، طلع من الدائرة، قام يصفيهم هذولا الجماعة اللي كانوا بالدائرة، من جملة من طلع هذا موسى ابن عبد الملك المدير الدائرة، حط بداله ياهو ابراهيم ابن العباس الصولي، هذا الشاعر، نبه لي، هذا الشاعر جابه سواه مدير للدائرة. هذا الشاعر يريد يتقرب إلى المتوكل، المتوكل معروف عن أن إذا واحد يشتم علي بن أبي طالب أو يشتم العلويين، نعم يقربه، هذا مقرب، هذا شهادة محترمة أن يشتم علي بن أبي طالب ويشتم أولاده، هذا مقرب جدا مقرب. أما واحد بريحة ولاء لآل محمد ما يمكن يبقى، نبه لي. فهذا ما اجى الى صار مدير الدائره، قام يصفي، حطوه هو هذا ابراهيم بن العباس، حطوه مدير دائره، قام يصفي، يقول اجت التصفيه الي، لحقتني الي، يقول ود وراي، حقق وياي تحقيق، قدمت يقول ادله، اتهمني ما صدق، قدمت بينه ما قبل قولي، دافعت بما لا يرفض لم يقبل قولي. أكو قصة قال لي كنت أحلف عليها، ثم قال لي بطلت، أنا ما راح أحلفك. قلت له ليش؟ قال لي أنت رافضي، والرافضي يكذب عند السلطان، ما يحكي صدق. يقول أنا بعد إجتني شوية، إجت حطيت حلقي بإذنه، قلت له أنت ترى هذا القول اللي تقوله إذا وصل للمتوكل ترى أنذبح، أنا أقتل، لكن أعلمك الرافض منه، الرافض اللي يقول الخلافة من حق آل محمد مو من حق بني العباس. وقال لي منه هذا اللي يقول؟ قلت له أنت والقصيدة بجيبي تعرفها؟ يقول هذا صفر وجهه، تغير. قال لي أنا راح هاي التهم كلها أنفيها عنك وأثبتك في مركزك، مو بس بشرط تعطيني النسخة حتى أمزقها. الله أكبر، شلون درب مملوء وعورة، درب طويل، ها؟ يا دربنا يا دماء لا حدود لها.
على أي حال يكفينا أننا على حب آل محمد والتد. ولتذهب الدنيا على الدنيا العفاء. على أي حال ها؟ يقول قلت له شوف ترى أنا القصيدة عندي محتفظ بيها. يقول الطرب تغير وجهه تغير وجهه. قال لي أنا أذني كلهن أرفعهن عنك بشرط التطين النسخة أمزقها أخرقها ها؟ وينتهي كل شيء. اتأمل هذا الكذب حتى في العقيدة الكذبة. إذا أنت كنت تكذب فيما تقول في مدحك والآن تكذب في ولائك المصطنع. سابقا كذبت والآن بها الولاء المصطنع لبني العباس أنت كذبت ها؟ فتأمل هو هذا اللون في واقع الأمر اللي ابتلي به تاريخنا تاريخ الدنيا كلها مو بس تاريخنا. لكنه المفروض هذا الموضوع بالعقيدة موضوع لا يغتفر موضوع أبدا لا يغتفر.